موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في قوله، قال: أما قوله وفي سبيل الله فإنه يعني وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار. قال عن قتادة، قال ابن زيد: وفي سبيل الله، قال: الغازي في سبيل الله. عن عطاء بن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها، العامل عليها الذي يؤدي عملا بأجرة كما ذكرنا، موظف من قبل الدولة المسلمة في جمع الزكاة فيأخذ على الراجح أجرة مثله من هذا السهم ولو كان غنيا. قال: أو رجل اشتراها بماله، يعني بعد ما راحت الصدقة للفقير، الزكاة راحت للفقير، الغني يشتريها منه بماله. قال: أو في سبيل الله، غازي في سبيل الله يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا للإنفاق في سبيل الله، ليشترك الجميع في الجهاد ويكون لهم لمن أنفق الثواب أيضا. قال: أو ابن السبيل، يعني من كان مسافرا مجتازا فقد ماله فيأخذ ما يوصله ولو كان له ببلده مال، فهو غني ومع ذلك فهو ابن سبيل، قسم آخر غير الفقراء. أو رجل كان له جار تصدق عليه فأهداها له، فيما الغني يشتريها بماله، الغني يتصدق على الفقير فيهدي له. قال عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهداها له. حديث إلا الخمسة، حديث صحيح. هذا التفسير ليس فيه خلاف بين السلف أن ابن السبيل هو المجاهد في سبيل الله، النفقة في سبيل الله تعطى للغازي، وكذلك في كل أوجه الجهاد، القتال للكفار يصرفها الإمام، يأتي بها بأسلحة مثلا يقاتل بها المقاتلون ونحو هذا. وكل السلف لا تجد أحدا منهم يوسع باب في سبيل الله
ليشمل كل وجوه الخير. هذا القول محدث، ليس من كلام السلف. وجوه الخير بقى يقول لك المستشفيات والطرق والمدارس، هذا الكلام ليس من كلام السلف. والمساجد، كل هذا اللي بيوسعوا فيه ويقولوا في سبيل الله وجوه الخير، هذا كلام باطل، لا يوجد من السلف من يفسعه. لأن لو كان كده ما كانش يبقى فيه حاجة إلى ذكر الأصناف السابقة، لأن هم دول أيضا في سبيل الله على هذا المعنى الواسع، لأن كل حاجة فيها خير. فهذا الكلام يجب أن يبين، لأن الناس يتوسعون فيه، يبقى فيه مستشفيات يستعملها الغني والفقير والمسلم والكافر، وطرق يسير عليها الكل، ومدارس يتعلم فيها الكل، وربما تعلم النصارى فيها دينهم. الأولاد يوم يحط فيها في الزكاة ويتقال إن دي من سبيل الله، هذا الكلام. لذلك نقول لا يقوله أحد من السلف نهائيا. ابن جرير ما جابش غيره نهائي، وكذا ابن كثير. الأمر المحدث ده جه بعد كده. قال: وأما قوله وابن السبيل، فالمسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد، والسبيل الطريق. وقيل للطارق للضارب فيه ابن السبيل للزومه إياه، كما قال الشاعر: أنا ابن الحرب ربتني وليدا، إلى أن شبت واكتهلت لذاتي. يعني أنا ابن الحرب، يعني أنا ملازم ليها. كذلك تفعل العرب، تسمي اللازم للشيء يعرف به ابنه. يعني مكتوب عندك يعرف بابنه، هو يعرف به ابنه، لأن العرب تقول ذلك، تسميه ابنه. قال عن أبي جعفر: قال ابن السبيل المجتاز من أرض إلى أرض. عن مجاهد: وابن السبيل، قال لابن السبيل حق من الزكاة، وإن كان غنيا إذا كان منقطعا به. يعني مسافر انقطع عنه ماله، مفيش وسيلة للوصول. يعني ينفع دلوقتي طالما في حسابات في البنوك ومعه فيزا، معهوش فلوس دلوقتي، بس يعرف يحول من بلده؟ لا، العبرة ان يكون منقطع به، العبرة ان يكون في سفره ده ما معهوش فلوس، وما يعرفش يوصل لفلوسه، ولا يعرف لحد يبعت له فلوسه. قال عن معقل بن عبيد الله: قال سألت الزهري عن ابن السبيل، قال يأتي علي ابن السبيل وهو محتاج، قلت فإن كان غنيا، قال وإن كان غنيا. أي غنيا في بلده. وعن قتادة وابن السبيل قال: الضيف جعل له فيها حق. وده توسع، إن هو ليس أي ضيف، الضيف يأخذ يعني من
حق ممن نزل عليه حقه ولو كان غنيا بلا شك. لكن هنا مش اي واحد ضيف نطلع له من الزكاة، وانما الكلام على ان الضيف الذي انقطع به طريقه لم يعد يتصل بمالي وهو محتاج في سفره. ابن زيد قال ابن السبيل: المسافر من كان غنيا أو فقيرا إذا أصيبت نفقته أو فقدت أو أصابها شيء أو لم يكن معه شيء فحقه واجب. هو ضرب الأمثلة كلها التي توضح هذا الأمر، يعني يعرف لماذا استحق. عن الضحاك أنه قال: في الغني إذا سافر فاحتاج في سفره قال يأخذ من الزكاة. عن أبي جعفر قال ابن السبيل: المجتاز من الأرض إلى الأرض. وقوله: فريضة من الله، يقول جل ثناؤه: قسم قسمه الله لهم للأصناف الثمانية فأوجبه في أموال أهل الأموال لهم. الله عليم بمصالح خلقه فيما فرض لهم وفي غير ذلك. لا يخفى عليه شيء، فعلى علم منه سبحانه فرض ما فرض من الصدقة وبما فيها من المصلحة. حكيم في تدبيره خلقه، لا يدخل في تدبيره خلل. قال: واختلف أهل العلم في كيفية قسم الصدقات التي ذكرها الله في هذه الآية، وهل يجب لكل صنف من الأصناف الثمانية فيها حق أو ذلك إلى رب المال، ومن يتولى قسمها؟ في أن له أن يعطي جميع ذلك من شاء من الأصناف الثمانية. يعني إحنا عندنا اللي بيقسم الزكاة اتنين: يا إما الشخص نفسه في الأموال الباطنة الذهب والفضة، والإمام الحاكم يعني في الأموال الظاهرة في الماشية والزروع. هنا عروض التجارة من ضمن الأموال الباطنة التي توكل إلى الناس. وكذلك إذا فوض الإمام الناس أن يخرجوا زكاة أمواله فعادت إلى صاحب الإيه؟ المال. أما قتال الإمام لمانع الزكاة عنه فهو في الأموال الظاهرة. وكذلك بالتأكيد إذا عدم الإمام أو ضيع هذه المهمة، يعني منذ أزمنة طويلة والدول تأخذ ضرائب ولا تأخذ الزكاة، والضرائب غير الزكاة ولا تقوم مقامها. فلذلك عاد الأمر إلى الناس. قديما لا هي من طريقة حسابها ولا من النسبة اللي بتتاخد منها الضرائب دي ولا المصارف بتاعتها، يعني المصارف بتاعت ضرائب الدفع منها مثلا مراتب رواتب الموظفين. ولذلك بنقول دي ليست كذلك. أي حد من أهل العلم لا يقول أبدا إن الضرائب بدل الزكاة،
دي اختراع من اهل البدع يعني المعاصرين اللي بيقولوا من اللي بيدفع الضرائب بيدفع الزكاة. نظام تاني خالص في النصاب، في طريقة الحساب. يعني الناس دي اساسا ما بتحسبش ان الراجل ده الراجل ده مثلا مرتبه كذا بناخد منه ضرائب كذا، حتى ولو كان ايه ما حوشش منهم حاجة، اتخصم من الضرائب دي، يقول لك القيمة المضافة مثلا كل حاجة تتباع تحصل منها 14% مثلا، يعني الضرائب العقارية. لا دي حاجة تانية خالص، غير ايه، غير اذا كان نظام غربي غير نظام. وطبعا وكان موجود مش غربي بس، يعني كان موجود عبر الزمان نظام المكوس واخذ الاموال من الناس او من عنه. ده له وضع معين عشان جوازه، يبقى لازم يستوفى كل الاموال المأخوذة من الناس من الزكاة وتضع في مصاريفها، والخراج والجزية وضع في مصاريفهم، استثمار الاموال العامة وكذلك الاموال الضائعة. كل ده لما يستوفى والامام يزيل المظالم والتعديات ونحو ذلك على المال العام والخاص وما يلاقيش، يبقى يفرض على الاغنياء ما يكفي حاجة الفقراء، وكذا المصارف الاخرى كالجهاد مثلا. الغرض ان اللي بيقسم الزكاة زي ما قلنا دول واحد من اتنين، يا اما الشخص نفسه يا اما الايه الحاكم او من فوض له الحاكم ذلك. لان الرسول عليه السلام قال لمعاذ مثلا صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد فيه فقرائهم، يبقى ما قالوش تجيبها لي في المدينة، ده هو هيطلعها فين، في اليمن حيث اخذها. السؤال بقى بيقول هل لازم يقسم لكل صنف تمن المال ده، ولا ينفع مثلا اديها للفقراء كلها او للغارمين كلها؟ حسب المصلحة. حسب المصلحة، او هو رأى ذلك، ده اللي لقى قدامه يجزيه ان يفعل. يعني احنا مش بنشترط عليه انه لازم يدور انه واحد اكثر حاجة، لا، فلوسك دي طلعتها في اي مصرف المصارف دي يجوز، طالما ان هو مصرف ايه شرعي. لا يلزم ان يقسمها اثمانا على كل صنف ثمن. ده اختلاف، ادي معنى فاختلف الناس في القولين دول، هل له ان يعطي جميع ذلك من شاء من الاصناف الثمانية، او لابد ان يعطي كل قسم. فقال عامة اهل العلم للمتولي قسمها ووضعها في اي الاصناف الثمانية شاء، انما سمى الله الاصناف الثمانية في الآية اعلاما منه خلقه ان الصدقة لا تخرج من هذه الاصناف الثمانية الى غيرها، لا ايجابا لقسمها بين الاصناف الثمانية الذين ذكرهم. جماعة عامة اهل العلم يقولوا انه له ان يضع حيث شاء، عشان موضوع المصلحة ده مش معناه ان انا لازم اجتهد ايهم اصلح، لا، انا اضعها في اي وجه كان، اجتهد انهن اكثر حاجة ده افضل. يعني عندي اتنين فقراء، واحد معدم والتاني ربع معدم، هل ينفع ان انا ادي الربع معدم والتاني موجود؟ ينفع، اجزعني واديت اللي عليا
ونكون كان الافضل ان ندي الايه المعدم. فجمهور العلماء يقول بانه اخبار بانك تضع هذه في اي صنف شئت، بس مش بره الثمانيه، ما ينفعش بره الثمانيه، ولكن لا يلزم اعطاء كل قسم فيهم. استكمل دي المساله ان شاء الله. اقول هذا واستغفر الله.